ايه المنظر اللي يفتح النفس ده؟ الكريب مع شوق الشباب والاطفال والكبار اللي كل ما بنخرج مع اولادنا بره ما بيطلبوش غيره. الواحده بس بتعمل لها حوالي 30 او 40 جنيه، في حين ان شاء الله النهارده هعمل لكم 10 وحدات من الكريب ما بيعدوش ال 40 جنيه، ومش لازم تكوني محترفه علشان تعمليه، لان ان شاء الله هعمله لكم بابسط طريقه هتتحدي بيها اي حد ان هو يفرق بينه وبين الجاهز بتاع بره. بس انزلوا تحت بسرعه اعملوا لايك للفيديو ويلا بينا. عندي صدر فرخه بقى هعمله شاورما، هقطعه التقطيع اللي حضراتكم شايفينها ديت، وهتبله نص معلقه صغيره من الثوم، ومعلقتين كبار من اللبن الرايب او معلقه كبيره من الزبادي، وعصره صغيره كده خالص من الليمون، ونص معلقه صغيره من الملح، ورشه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البابريكا، وكمان نص معلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ، واخلطهم مع بعض. وهسيب الفراخ تتبل حوالي ساعه وهركنها على جنب، هغطيها واركنها على جنب ساعه. عندي 3 قطع بانيه كنت حافظاهم في الفريزر، طلعتهم وهحمرهم في شويه زيت، وهقطعهم حته صغيره واستخدمها في حشوات الكريب. وعندي بقى في الخلاط 3 كوبايات من الحليب، وممكن تستخدمي كوبايتين حليب وكوبايه من الميه، و3 بيضات، وكمان 3 معالق كبيره من الزيت، وربع معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من السكر، ورشه من الفلفل الاسود، وكمان 3 كوبايات كبار مليانين على الاخر من الدقيق. اظن المقادير سهله جدا، وابسط طريقه ان انت تضربيهم في الخلاط بالشكل ده، وهيجيلك بالشكل السائل اللي حضراتكم شايفينه ده، بيبقى قوامه اتقل من قوام الكيك سنه بسيطه. وهفضيه كده في بوله وهسيبه او هركنه يرتاح حوالي 10 دقائق بالظبط. عندي طاسه على نار وسط في منديل كده بقى حاطه فيه شويه من الزيت، وهمسح بيهم الطاسه بالشكل ده، وهجيب نص كوبايه من الكريب، وهاجي كده على اخر الطاسه وهبدا كده احطها وهوزعها. هتتوزع بمنتهى السهوله لان عجينه الكريب كانت مظبوطه، فهتطلع معاكم العجينه مظبوطه جدا. يدوبك بس دقيقتين اول ما تاخد لون من تحت خفيف خالص، هبدا كده اقلبها على الناحيه الثانيه. خدوا بالكم ان انا مش عايزه اديها لون كبير، لان كده كده في الاخر بحمر الكريب. يدوبك ثانيتين كده 3 وهبدا كده خد لون على الناحيه الثانيه زي ما حضراتكم شايفينه. هسيب الكريب لحد ما يبرد، ما ينفعش احطه فوق بعض لان لو حطيته فوق بعض بيلزق، فلازم اسيبها الاول خالص لحد ما تبرد، وبعد كده بقى احطها على الكريب الثاني واغطيهم واسيبهم بقى لحد ما اخلص الكريب كله. وطبعا كل ما باخد من الكريب لازم قبل ما بحط في الطاسه لازم اقلبه كويس. وهعمل معاكم واحدة تانية، بجيب نص كوباية من الكريب واحطها على طرف الصينية او على طرف الطاسة، وهبدأ اقلبها بالشكل ده، بتتقلب بمنتهى السهولة. يدوبك دقيقة وهقلبه على الناحية التانية تاخد لون. وهنا خلاص انا خلصت كل كمية الكريب. الثلاث كوبايات دي عملولي 10 وحدات من الكريب بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده، الحجم ده مقاس 30. شايفين الكريب ناجح جدا، وده بفضل العجينة اللي احنا عاملينها مع بعض. ياريت تلتزموا بالمقادير بالظبط. عندي بقى طاسه على نار عاليه حاطه فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنزل عليهم بالشاورما. واول لما تاخد لون من تحت هقلبها على الناحيه الثانيه، لازم النار تكون عاليه علشان ما تنزلش اي ميه منها خالص وتستوي بسرعه. وهنا خلاص يا دوبك دقيقتين 3 وكانت الشاورما مستويه جدا وكانت مظبوطه بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الحشو بتاعنا. عندي جبنه شيدر مبشوره، وكمان جبنه موزاريلا، وعندي طبق بطاطس محمره، وعندي بقى فراخ البانيه بعد ما كنت حمرتها قطعتها شرايح بالشكل ده، وده طبعا طبق الشاورما اللي احنا محمرينه من شويه مع بعض، ودي طماطم مقطعها صغير، وفلفل اخضر متقطع صغير، وكمان زيتون، وكمان عندي مايونيز، وكمان كاتشب. هجيب واحده من الكريب وهتنيها 2، بس هخلي ناحيه اكبر من ناحيه علشان في الاخر يجيلي الكريب يعني شكله كبير شويه، وهحط عليها كده شويه من المايونيز وهفردها بالشكل ده، واحط بقى شويه من الشاورما، وعليهم فلفل، وعليهم زيتون، وكمان شويه من الطماطم، وشويه من البطاطس، وكمان هحط الفراخ البانيه اللي انا كنت مقطعاها تمام، واحط بقى شويه من الجبنه الشيدر المبشوره، وكمان شويه من الجبنه الموزاريلا، وفي الاخر هحط الكاتشب. انا حاطه الحشوه في النص، هبدا بقى اقفل عليها بالشكل ده، هجيب التلت ده واحطه هنا، والتلت اللي في الاخر واحطه عليها، واعملها مثلث بالشكل ده شايفين حضرتكم. اخلص بقى الكميه كلها. الكميه كلها عملت لي 10 وحدات من
يعني بثلاث كوبايات من الدقيق عملوا لي 10 وحدات من الكريب، وطبعا انا بحفظهم في الفريزر، واول ما بكون عايزة استخدمهم بطلعهم على طول من الفريزر واحطهم احمرهم يا اما في الفرن يا اما على الجريل بالشكل اللي حضرتكم هتشوفوه ده. انا دهن الجريل بحاجة بسيطة من الزيت وحطيت الكريب علشان احمره او علشان اخليه ياخد لون. طبعا الكريب اللي انا بعمله بيبقى محمر او مقرمش من بره وبيبقى طري من جوه. شايفين انا هنا كده حمرته على الناحيتين، شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا طعمه يفتح النفس بجد، وشكله حلو قوي. شايفين شكله حلو جدا جدا جدا، مقرمش من بره خالص وطري جدا من جوه. بجد لو عملته الطريقه دي مش هتخيروه خالص عن اللي بيتباع بره، بالعكس هو اوفر بكتير وطريقته سهله جدا. بس ده كان نهايه الفيديو بتاعي، لو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامه.